فيرى أن اليهود يتسمون باتجاهات شك عميق الجذور تجاه الآخرين، وهذا الشك على ثلاث مستويات. المستوى الأول شك موجه ضد العرب والمسلمين. المستوى الثاني شك موجه ضد العالم غير اليهودي. المستوى الثالث شك موجه ضد النظم والأجهزة الدولية. ومن ثم فإن اليهود كثيرا ما يستهزئون بالمسلمين ويضحكون منهم ويراوغونهم ويظهرون لهم بعدة أوجه، كيف لا وهم الذين قالوا لسيدنا موسى إن البقرة تشابه علينا. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. أيها الأحباب الكرام، إذا تأكد كراهية اليهود للمسلمين أكثر من غيرهم بالنص الصريح للقرآن الكريم، وتأكد كذلك بالواقع المشاهد عبر التقتيل والتشريد الذي يمارسونه على الأسر الآمنة وعلى الشباب والشيوخ والأطفال في فلسطين وفي الدول الإسلامية وفي غزة خصوصا، فإن الله سبحانه وتعالى يبين بأن الحسد هو سبب هذه الكراهية وهذا الحقد الدفين. فيقول سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ويقول سبحانه كذلك: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويؤكد في آية أخرى نفس المعنى بقوله: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ومن كيد اليهود منذ الصدر الأول للإسلام محاولة تشكيك المسلمين في دينهم وإضعافه في نفوسهم، وسيبقى هذا عملهم مدى الحياة، ذلك هو شغلهم الشاغل وتلك هي طبيعتهم التي لا تتبدل ولا تتغير أبدا، مصداقا لقوله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. ومن كيد اليهود ومؤامراتهم على الإسلام والمسلمين استغلالهم للأحقاد الدفينة التي كانت تختلج في نفوس أهل ثريبة من الأوسي والخزرج قبل الإسلام. فلقد مر اليهودي مرداش بن قيس ورأى ما بين المسلمين من ألفة وصلاح ذات بين ومحبة بينهم، فأخذ يذكرهم بما مضى بينهم من حروب وأحقاد وثارات وينشد شعرهم حتى تنادوا فيما بينهم: السلاح السلاح، وكاد يقع الصدام بينهم القتال. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم مخاطبا: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به. فأدرك القوم إذ ذاك مكر اليهود فبكوا وتعانقوا. فعلى المسلمين الآن أن يعودوا إلى هذا المعنى ويتعانقوا ويبكوا ويتعانقوا. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ونفس الكيد هو ما يفعله اليهود بالمسلمين من إشعال نار الفتنة والتفرقة والعداوة بين الدول الإسلامية في الوقت الحاضر. فما من دولة إلا وقد أحدثوا لها مشكل مع دولة أخرى وخصوصا المجاورة لها، ولم يأخذ زعماء المسلمين والعرب درسا من هذه الحادثة. فلا يجعلوا لأعدائهم سبيلا إلى التفرقة بين وحدتهم وأخوتهم في الدين دين الإسلام. أيها الأحباب الكرام، إن اليهود عندما لا يجدون المؤمنين الصادقين الراغبين في الشهادة يتغطرسون، أما عندما يواجهون أناس ربانيين وهبوا أنفسهم لله بصدق كما هو الآن في غزة
اللهم انصره نصرا مؤزرا، فإنهم